تابع معاكم قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المختلفة، وكان في تقرير كان نشره مجلس الوزراء ومنشور عالميا عن الوظائف اللي هيفقدها كتير من الناس في العالم كله بسبب دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، وهيؤدي ده إلى انقراض عدد كبير من الوظائف، كمان هيهدد عدد كبير جدا من المهن والصناعات، ومنها صناعة الترفيه، صناعة الفن، الصناعات المتعلقة كمان بالتكنولوجي. وبالتالي احنا امام ثوره كبيره جدا جدا، وكانت لسه الناس في الجي 7 اخر لقاء جمع قاده العالم كانوا بيتكلموا في تاثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، لانه هيعمل تغيرات كبيره للغايه. البعض بيقول انه قد يستطيع انه يزود 16 تريليون دولار، 16 تريليون دولار خلال 10 سنوات القادمه، وبالتالي هي زيادة كبيرة. كمان قدرته على أنه يعني يحل مشكلة الطاقة بشكل سريع خلال 10 سنوات القادمة. نحن معنا الدكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا. أهلا بك يا فندم، منورنا. مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك. مثلا يعني احنا قدام احصائية بتقول أنه حوالي 417 ألف وظيفة فقدت من يناير وحتى مايو في الولايات المتحدة الأمريكية، رقم كبير قوي، 417 ألف وظيفة. احنا امام تغير جذري في حياتنا الحقيقة. ازاي حضرتك شايف فكرة الذكاء الاصطناعي ومستقبلها كمان على الصناعات المختلفة، وايه اللي محتاجين في مصر ناخد بالنا منه عشان الفترة القادمة في هذه الجزئية؟ طبعا بشكر حضرتك على السؤال. الحقيقه انما هو احنا قدام نقله تكنولوجيه كبيره جدا، كان حضرتك يعني على الهواء قلت ان هو هيضيف حوالي 16 تريليون دولار، وفعلا ده حقيقي، وان هو موجود في كل الصناعات الموجوده حوالينا في كل الاتجاهات، واستخدامه بيزيد يوم عن يوم. حضرتك هو بيغير صناعة النقل، بيغير صناعة الصناعة الدفاعية، وبيغير صناعة السيارات، وبيغير الصناعة الطبية وصناعة الأدوية. فحقيقة التأثير كبير جدا ومهول، وهو بينقل التكنولوجيات المستخدمة إلى مستويات أخرى مختلفة تماما عن اللي احنا كنا عارفينه قبل كده. ودوت بيأثر طبعا علينا. ما فيش التكنولوجيا لها جانب إيجابي ولها جانب قد يكون سلبي، إنما هي التكنولوجيا والوظائف هي دايما في علاقة مرتبطة بين التكنولوجيا والوظائف طول حياتنا، حقيقة بدءا من الثورة الصناعية الأولى حتى لغاية الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها. التكنولوجيا بتغير نوعية الوظائف، ففي وظائف بتختفي إنما في وظائف جديدة بتظهر، ويمكن ده التحدي الكبير اللي قدام العالم كله، إن العالم كله قدام هذه الظاهرة محتاج إن هو يعيد التفكير في طريقة التعليم وطريقة اكتساب المهارات والجدارات، إن هي تكون عملية التعليم عملية مستمرة، وإن احنا داخلين في عالم جديد قائم على العلاقة الوطيدة والعلاقة الوثيقة بين الإنسان والآلة، والتعاون بينهم هو ده المستقبل حقيقة، شئنا أم لم نشأ. فبالتالي أنا محتاج أبقى عندي مجموعة من المهارات والقدرة على تعلم مهارات جديدة باستمرار. الكلام ده ما كانش في السابق حقيقة، كان بياخد وقت طويل جدا عشان أكون محتاج وظيفة يعني مهارة دي عشان أكتسبها عشان أخش سوق العمل. النهاردة احنا بنتكلم على محتاج أعرف الكلام ده والمهارات دي أتم اكتسابها في شهور لم تكن أسابيع قليلة جدا. وده تحدي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان على ما اصبح على راس يعني اولويات الدول وعلى راس قمه يعني حاجه الموضوع مطروح في الجي 7، وكمان كان في طبعا وكان الرئيس كان في لقاء كمان سري وصف بالسري في البرتغال قريب، جمع مجموعه كبيره من الثينك تانكس في اوروبا وشخصيات عالميه بارزه كان على راسهم هنري كيسنجر، بيناقشوا هذه القصه وتاثيرها كمان العسكري في المستقبل، لانه تخوف طبعا كبير دخول ده على الخط العسكري ما كانوش دخلوا فيه اصلا يعني. لا هو دخل فعلا، هو دخل ان احنا بنتكلم على مستقبل الصناعات الدفاعيه بيطلق عليها الليثال اتونومس ويبنز سيستمز، اللي هي الاسلحه الفتاكه ذاتي التشغيل، اللي هي قائمه على الذكاء الاصطناعي، اللي هي قد تصل اتخاذ قرار في شكل معين بناء على المعطيات اللي خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتقولها بدون تدخل بشري. فاحنا قدام نقطة العالم النهاردة بيبدأ يفكر في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي هتبقى عاملة ازاي. يمكن الرئيس بايدن كان قاعد مع أكبر شركات تكنولوجيا في العالم من حوالي أسبوعين علشان يناقش
تطور هذه النوعية من التكنولوجيا وتأثيرها إن هي بتؤسس لاقتصاد مختلف تماما عما شاهدناه حتى في خلال القرن من الزمان اللي فات. حقيقة إن زي ما بقول لحضرتك هو بيخش في جميع الصناعات من حولنا، بيخش في حياتنا، بيخش في مستقبلنا، بيخش في تعليمنا، بيخش في طرق استخدام الآلات لزيادة القدرة التنافسية. فإحنا قدام حقيقة مرحلة انتقالية مهمة جدا في تاريخ البشرية والتطور الذكاء الاصطناعي. يمكن الإحصائيات بتقول إن في خلال 50 فاتت عدد براءات الاختراع اللي تم تسجيلها في مجال الذكاء الاصطناعي تضاعف 30 مرة. ده عشان خمس سنين اللي فاتت، الخمس سنين فاتت 30 مرة، 30 ضعف الأرقام الطبيعية. حجم الاستثمار السنوي. أيوة، عشان كده في رجال أعمال يعني بيطالبوا بأنه نتباطأ شوية في الموضوع ده، منهم إيلون ماسك قال خلونا نهدى كده بس شوية في الموضوع ده لأنه خطير. كمان البعض بيقول كمان أنه يعني أنا شفت تقارير دولية ده مشهورة يعني مكتوبة في أبرز وأهم الدوريات والصحف الأجنبية، بتقول أنه بحلول عام 2030 الذكاء الاصطناعي هيكون زي ذكاء البشر، يعني وده بيهدد الإنسانية أصلا. هو حضرتك هو مش زي ذكاء البشر، بس هو احنا كنا زمان كنا بنستخدم الآلة عشان تحسب لنا أسرع، دلوقتي احنا بنستخدم الآلة عشان تفكر لنا أسرع. هي الفكرة بس هي بتتطور كمان ذكائها الخاص، ما بتتعلم بالتجربة طبعا قد نصل الى ما يطلق عليها السوبر انتليجنس فينومينا، ودي يمكن حاجه يعني تنتمي الى ساينس فيكشن او الخيال العلمي. يعني عشنا هنا تقرير للديلي ميل قبل كده وكان في ناس من جامعات هارفارد وام اي تي ومن معهد كاليفورنيا، يعني ناس يعني كلهم اساتذه ودكاتره كبار المعاهد طبعا المتخصصه دي بالظبط. فاحنا نخاف يعني لازم نستعد. هي مش المفروض ما نخافش، ان لازم نستعد للجديد ونفهم التكنولوجيا ونعظم جانبها الايجابي ونتعامل مع الجانب السلبي عشان نقلل مخاطره، لان التكنولوجيا ماشيه في اتجاه واحد هو اتجاه التقدم حقيقه ولا رجوع عنه. جميل جدا، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عزام عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه لاداره التكنولوجيا.